ما شفنا جدول لها، والدليل انه كثير مشاريع تاخرت. يعني اعتقد يمكن الطريقه الثانيه هي اللي ممكن تكون انسب، لانه ممكن تكون يعني ليش على الواقع في اشراف من طرفهم المانحين، وكل ما كان المانح هو اللي يعني مصمم ومصر على انه يشوف مشروعه، فهو بيكون جاد بانه ينجز المشروع اول باول وزي ما هو كان متفق عليه، او زي ما كان محطوط له خطه يعني من الاول. وين انصرفت هسه ما بنعرف، فما بنقدر نحكي انها انصرفت بطريقه صحيحه او غير صحيحه، لانه ما بنعرف التفاصيل. قاضي انه يعني صرفوها بشكل يعني جيد، خلينا نقول انه يقومون يعني بتقديم مشاريع ويعني للجهات المنحه الخليجيه، والمنحه الخليجيه تقوم ايش باعتماد الصرف. برايي انه في يعني في عقبات قاعده بتواجههم، ما بعرف شو هاي، احتمال من اصحاب رؤوس الاموال اللي موجودين بالبلد، في لهم مصالح شخصيه لهم. نتامل انهم مش بس الاردن، يعني اي دوله بيجيها منحه انها تصرفها في المجال الصح وفي المكان الصح، كل دولة يعني هيك بنتمنى من ربنا. الأولى أفضل ياخذوا مصاري، بس يكون في ناس كفو وناس ثقة تمسك المصاري مشان تتصرف صح. إذا ما في ناس كفو الطريقة الثانية أفضل، بس ناس من السعودية أو من الخليج هم يستلموا المشروع. مشان هون إحنا معروفين بين حكومات العالم حكومة فساد. أكيد يعني المنحة الخليجية اللي ما بتصرفوها الخليج حتى يستفيد منها المملكة. حسب دور المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، بتم يعني إصدار أوامر بحيث إنه يقوم بصرف المنحة الخليجية بشكل صحيح. لكن هل إنه اللي بتلقوا الأوامر من جلالته هم بقوموا بصرفها بشكل صحيح أم لا، هذا عاد إشي بيرجع حسب الإجراءات اللي بتاخذوهم. بجوز جزء منها يعني، والباقي يعني ما هو بظل على فترات مستمره.